بفاميلي اليوم موضوعنا التوحد، التوحد اللي في جدل كبير حواليه، اللي بعد ما قدروا يحددوا له يمكن السبب 100% او حتى التشخيص ببعض الاحيان عم بيكون ملغوط شوي. اليوم معي المعالجة النفسية غادة سلامة، اخصائية اي بي اي. صباح الخير غادة. اي بي اي يعني شو تحديدا؟ اي بي اي ابلايد بيهافير اناليسيس، اللي هو بروجرام بنشتغل فيه على السلوك عند الاطفال. نعم، اذا بدك بنحكي فيه بعدين. نحكي فيه اكيد بعدين، رح نفصل كل هالمواضيع اليوم معك، رح نجرب نفهم اكثر شوي عن موضوع التوحد اللي هو موضوع كبير بالفعل، عم يعالج يمكن مش دايما بالطريقة الصحيحة، وعم يشخص أيضا مش كتير بالطريقة الصحيحة. رح نحكي عن هالمواضيع، رح نعرف ببادئ الأمر عن التوحد. التوحد هو مجموعة اضطرابات، اضطراب بتطوير كل شيء نفسي وعصبي عند الولد، وهو بيجي على الولد بالعمر 3 سنين، يعني ابتداء يعني بالسنوات الأولى من حياته، بثلاث سنين، وهو بأول 3 سنين من حياته. بأول 3 سنين من حياته، وهو بيكون بتفاوت يعني من خفيف، من درجات خفيفة لدرجات عالية جدا. وهو عنده عوارض كتير، وإجمالا بيترافق مع التوحد صرع يعني إبيليبسي، أو حركات مفرطة، تكرار بالسلوك بالأشياء حركاتية، مع أيام اهتمامات محدودة بأشياء محدودة، وعنده كمان أشياء اجتماعيا بيكون عنده الولد اجريسيفيتي، مش اجريسيفيتي، اضطرابات بدرجات متفاوته بالاشياء الاجتماعيه، بالاشياء اللفظيه، بالاشياء السلوكيه. نعم، لكن المشكل اللي عم يوقع يعني هو انه ما عم يقدر يتحدد تماما، المشكل اللي عم يوقع ايضا انه ما عم نقدر نعرف من اي عمر ببلش، كيف بدنا نراقب الولد. طبعا بيصير في مشاكل كبيره مع الأولاد، مشاكل نحن كأهل منجرب أنه هيك نفوت شوي بالتفاصيل، إنما دايما لازم نرجع لأشخاص مختصين، دايما لازم نرجع لمعالجين نفسيين، وخصوصا بحالة من هالنوع نكون واعيين نحن كأهل، نراقب كتير كتير منيح نحن أولادنا كأهل، لحتى نقدر نكتشف هالعوارض اللي رح نحكي عنها اليوم، وحتى ما يكون غادة أي عارض صغير يعتبر هو توحد أو نغض النظر عنه. صح، يعني عم بيصير أوقات الشقين من الموضوع، أو مننكر الموضوع كليا، أو منتعامل مع أي عارض صغير وكأنه توحد. غادة، اليوم جبتي لنا هالقلب الحلو، هيدا القلب هو لوجو لمرض التوحد. لمرض التوحد شو بيعني؟ هو بيعني إذا بدك البازل، هي كل بازل مغيرة عن التاني، يعني كل حالة هي بتختلف عن التانية. نعم. يعني ما في حالة مثل التانية، والبازل هي وقت منجمع البازل بتوضح الصورة. فكرتها أنه عطول الريسيرتش لتوضح الصورة، ليصير في عنا أكتر إشياء بين إيدينا لنعالج هيدا الموضوع. وكأنه هون الأسس، هن الأسس تبع التوحد. والألوان، والألوان بتعني هي الهوب عند الأهل وعند يلي القيمين على هيدي الأبحاث، إنه قديش عنا أمل إنه نلاقي نتيجة لنحل مشكلة التوحد أو نعرف الأسباب المضبوطة ونعالجها. العوارض تبع التوحد، هل العوارض بتبين عن شكل صغير؟ هل عن عمر صغير غادة؟ يعني ابتداء من أي عمر تحديدا منبلش نلاحظ تغيرات، أو منبلش نلاحظ أنه تصرف هالولد ليس تصرف طبيعي؟ العوارض تبع التوحد بتبلش من عمر مبكر جدا، يعني بعض الأبحاث بأمريكا بيقدروا يعرفوها من عمر 5-6 أشهر، من فحص بقلب العينين كيف الولد بيطلع بعينيه. بس للأسف نحن ما عنا هيدا الشيء هون. بس نحن بنقدر نعرف من عمر سنة الولد إجمالا ببلش يحكي، ببلش يطلع كلمة، بلش يطلع أصوات، اللي هو ولد التوحد ما بيقوله. بيوصل للسنتين حتى كمان كلمتين ما بيقولون، مثل مثلا بدي اشرب. هدول الاشياء بيكونوا عنا مثل ريد فلاج. الكلام هو اول اشياء، ما عدا كمان الاي كونتاكت، يعني التواصل البصري. التواصل البصري، الولد اول ما بتحمله امه بتكون عم بترضعه، اول شيء بيكون التواصل البصري بينه وبين نعم
بينه وبينه بعيونه وعيونه، يعني كمان إذا ما بيطلع فيها بتكون مشكلة. وإذا نحن عيطنا له وما رد على اسمه، في كتير عوارض بتبين، يلي هي أول شيء كمان التفاعل الاجتماعي، يعني ما بيقدر يعرف الإيموشنز تبعك، ما بيقدر يعرف إذا أنت مبسوطة أو زعلانة، يعني ما بيضحك لما بتضحكي، هو جدي جدا ما بيضحك، ما يعني ما عنده الابتسامة، أكيد بيبكي لدرجات نوبات غضب بعض الأحيان بتحصل، نرجع كمان بنحكي عنها. بس أول شيء التفاعل الاجتماعي، يعني ما بيقدر يعرف حتى إذا أنت فور إكزامبل قلتي له تا مثلا عيطي له باسمه بدي بوسك وضحكتي له، ولا هو ما بيعرف هيدا الرياكشن أو يتفاعل معك أو يطلع فيك إنه ما بيفهم شو عم بتقولي له. سو كمان التقليد، ما بيعرف يعمل إيميتاسيون، يعني ما بيقلد، اللي هي إشياء الولد بيتعلم من وراء التقليد، ما بيعمل إيميتاسيون، ما بيفوت ب لعبة التخيل والتمثيل، يعني pretending play، انه مثلا عم بيعمل حاله عم بيطعمي كلب او عم بيلعب بسيارة او بيت بيوت، ما بيعرف يعمل pretending play. هيدول التفاعل الاجتماعي، المشاكل بالتفاعل الاجتماعي. وفي عنا مشاكل بالتفاعل بالاشياء اللفظية، اللي هي في كلمات ما بيقولها، مثل ما قلنا بعمر لما بيبلش النطق، لما بيبلش النطق، او ايام بيكون في اشياء تكرارية او تكرارية، وحتى ببعض الاحيان بتكون آلية، يعني روبوتيك من إلا مش بعيد ذات الكلام، بعيد ذات الكلام. ولكن هل تحدد السبب هذا؟ يعني هل قدرنا نحدد السبب؟ هل هو سبب طبي؟ هل هو سبب نفسي؟ يعني يعني هالضياع الموجود شو؟ نعم، لحد هلا بعض الاسباب ما تحددت مزبوط، بس اكيد في اسباب وراثيه جينيه، اللي هي بعض الاحيان التفاعل الجيني مع بعضه بيؤدي لهيدا الاشياء، او تخربط بالجينات بتؤدي لهالاشياء. في اشياء بنقول بعض الاحيان في عوامل بيئيه كانوا يقولوا، يلي هي تروما بيقولوا لها، صدمة أيام بالأتاشمون والديتاشمون مع الأم، طريقة التربية. بس كمان استبعدت هيدي الأمور، واستبعدت كمان قصة الفاكسين، يلي هي الطعم يلي بياخدوه، يلي فيه الميركور، بيكون الميركور عالي، والميركور هو نيروتيك توكسيك، اي بدور الاعصاب، بدور الاعصاب. سو هلا استبعدت هيدي الامور حاليا. هلا في اثنين كورون بامريكا، كورون بعده ما اعتقد فيها، كورون ابدا ما بيعتقد فيها. ولكن على الارض الدراسات اللي او الخبرات او يمكن الاشياء اللي عم نشوفها والامور اللي عم نمر فيها والتطور التوحد عم بيروح عم بيميل على صوب الاشياء الطبيه الجينيه والوراثيه. بعض الاحيان بنشوف بالعائله بيكون في داون سيندروم، اكس فراجيل، يعني بيكون في حتى ولو ما حدا عنده اياه بالعائله، بعض الاحيان ما عم نقول بيكون بالعائله، بيكون بعض الاحيان لا، بعض الاحيان مش بالضروره، مثل ما قلنا تركيبه جينيه بتؤدي لهيدا الشيء، يعني مثل يمكن ولد بيخلق عنده ميوبي او بعيونه، او يمكن بيخلق ما بيسمع منيح، بيخلق ما بيحكي منيح، فهيدا هو مبدئيا حاليا المدرسه اللي عم بتروح على هالاسباب. وبعد في كمان تفاعل اللي هو عنده بيكون فيه اضطراب، هو السلوك جدا، الاشياء السلوكيه عند هيدا الولد، يلي هو كمان ما كتير بفوت اون كونتاكت مع اللي حواليه، ما كتير بحب ينخرط مع غير اولاد، ما بيعرف يلعب باللعبه بالطريقه المضبوطه، او كمان ما بيلعب مع الاولاد، او اذا عم بيلعب بشي لعبه بيلعب فيها بطريقه معينة وذات الطريقة، أو بيهتم بجزء من هيدي اللعبة، مثلا دولاب السيارة أو شي شغلة صغيرة باللعبة بتكون نحنا مش منتبهين لها، ولعبة تكرارية يعني بذات الطريقة، برمي الدولاب أو الجزء بصير حاططه بإيده، خلص بيركز عليه، بفوكس على فرد شي بعلي، ما عدا ما عدا نوبات الغضب. رح نحكي عن نوبات الغضب أكيد. ولكن يعني هيك لنستفسر أكثر منك، غاده شو بيكون صاير بدماغه؟ يعني تركيبة الدماغ شو بتكون؟ شو اللي بيكون موجود؟ شو اللي بيكون مش موجود؟ ورح نوصل طبعاً إذا ممكن يتعالج. أوكي، هو تركيبة الدماغ عنده بتكون مثل ما قلنا بطريقة ملخبطة، مش مثل الدماغ الاعتيادي أو الطبيعي، بيكون عنده حساسية مفرطة لكل شيء، منشان هيك بنوصل لهدول نوبات الغضب اللي عم نحكي عنهم. يعني ممكن إذا هو موجود بمحل الأضواء تزعجه،
ممكن الأصوات تزعجه، في منهم بيكون عندهم حساسية مفرطة، في منهم بيكونوا أبدا ما عندهم حساسية تجاه هيدا الشيء، أو الريحة أو اللمس أو النظر، في كتير إشياء بتزعجه. الإشياء الحسية، الإشياء الحسية عم نحكي عنها. مزبوط. إنما كشعور غادة، هل هو بيشعر فينا؟ هل بيزعل؟ هل بينبسط؟ هل بحس بالحياة اللي حواليه؟ هو بحس أكيد بالحياة اللي حواليه، بس على طريقته الخاصة ومن خلال عالمه الخاص. سو هو أكيد بس عنده، بس ما بيقدر يعبر لك، ما بيقدر يجي يقول لك هو كيف بيشوفك أو كيف الطريقة اللي بحبك فيها أو كيف بيقدر يتفاعل معك. سو لأنه عنده هيدي المشكلة، لأنه مشكلته الأساسية هي social interaction، يعني كيف اجتماعيا يقدر ينخرط، ما بيقدر يعبر لك، ما بتقدري تعرفي. بس أكيد هو عنده أحساسات. نعم أكيد. أكيد. يمكن ما لازم نحكي عن قدامه عن موضوع، يعني مثل أي ولد تاني، إنه لحتى ما نجرح له شعوره، لحتى ما نضايقه. فينا مش هالقد، مش هالقد. نحن إجمالاً بالتيرابي بكرة إذا بنحكي فيها بحلقات لاحقة بتشوفي قديش نحن منكون قدام الولد، كل شيء منخبره، كل شيء منشتغل معه، يعني قدامه، يعني الأهل كلهم بيكونوا موجودين، كل شيء قدامه بيصير. نعم. شخصنا هالمرض عند مين بيتشخص؟ هيدا المرض بيتشخص أول شيء لازم طبيب الأطفال اللي هو بيكون ملاحق الطفل، لازم على طول يسأل الأهل. في شيء اسمه أم تشات، يعني مثل خمس أسئلة من الحكيم الطبيب الأطفال العادي. العادي بيسأل الأهل إذا هالولد عنده هالإشياء منا موجودة عنده، لازم يقول لهم لازم تتوجهوا لناس اختصاصية يلي هن سايكولوجيست. شو الإشياء اللي مش موجودة هالخمس أسئلة؟ يعني مثلا بلش يحكي عم بيقلك بيبي، عم بيقلك عم بيدلي بإصبعه، عم يعني إشياء يلي هي أول شيء الولد ببلش يعملها، يلي منها هي إذا بده شيء ببلش يدليكي، إذا عم بيعبر عن رفض عن شيء بيقول نو، ما عم بيقول نو، أو بيقول كلمات أولية مثل بابا ماما، إذا ما عم بيقولون هون في ريد فلاكس إنه لازم نشوف ليه ما عم بيقولون. لازم دغري يوجه الأهل ويقول لهم بليز إنه شوفوا حدا اختصاصي اللي هو بيكون سبيتش ثيرابيست أو تي. سبيتش ثيرابيست يعني هو أورتوفونيست. أورتوفونيست أو أو تي أوكيبيشنال ثيرابي اللي هو كل شيء بسيكوموتريسيتي للنشاط الحركي، لأن أغلبهم بيكون عندهم كمان مشاكل بالنشاط الحركي. أو أكيد معالجة نفسية، أو ممكن نروح عن طبيب أعصاب. طبيب أعصاب لنشو كمان، بيعملوا فحوصات لنشيل كل شيء إذا ما عنده مشاكل سمعية، كل شيء مشاكل، لأنه عادة الأوتيزم عندهم اضطرابات كمان، غير عندهم اضطرابات بالنوم، عندهم اضطرابات بالجهاز الهضمي، عندهم اضطرابات. بنشيل كل شيء حتى كرمال نشوف إنه بس المشاكل اللي عنده مشاكل اجتماعية تنبلش نشتغل عليها. هل ضروري يروح عند كل هالأشخاص؟ أكيد أكيد، لأنه أفضل يعني ياخد أربع آراء من كل اختصاص حدا لحتى يقدر يأكد هالموضوع، لأنه الموضوع طبعا منه مزحة يعني. هلأ نحن منفضل، لأنه هو بيكون عنده تأخر بالحكي. السبيتش ثيرابيست هي بتعمل assessment للحكي، بيكون عنده مشاكل بالنشاط الحركي، الأوتي بيعمل بيلون على النشاط الحركي، أو الفيزيكال ثيرابيست كمان بعد لكن الأحيان. لكن كل المشكل بيولده هالتوحد، خلينا ناخد فيه تدقيق بالتشخيص أو صح. تشخيص دقيق جدا من كذا شخص، أخصائيين بعدة مجالات، لحتى نقدر نقرر أو لا إذا هالولد عنده توحد ولا لا. ولا لا. ممكن يكون في يعني مشاكل أخرى غير التوحد وتعطينا تقريبا ذات العوارض، ما هيك غادة؟ هي هلا هون بلبنان بيقولوا إنه فينا ننطر الولد ليصير عمره 3 سنين. بس نحن ما ننصح ليصير عمره 3 سنين، لأنه نحن الولد ب3 سنين بفوت على المدرسة وبيتحاكم إذا كان عم بيطلع حكي مزبوط أو ما عم بيطلع، إذا بيرد على اسمه أو ما بيرد. سو ما فينا ننطر ل3 سنين. منشان هيك التدخل المبكر هو كتير مفيد للولد، حتى كرمال نحن نعمل له بريفنشن، لانه رح يفوت على مدرسه رح ينعمل له اسسمنت، رح يسالوه شو هيدا اللون، شو اسمك. يعني رح نحكي بعدين، ما بعرف اذا رح نحكي اليوم عن الولد وعلاقته باهله، على الولد علاقته بالمجتمع باصحابه، ورح نحكي ايضا عن الاسبرجر سيندروم يلي هو بيشبه بنوع اخر او يمكن بليفل معين، هو صار بقلب الاوتيزم. هلا بال2003 نعم.
ضموه تحت يعني حطوهم تحت زيت الرايه كلهم. الاسبرجر والتاد يعني تروب الانفاهيسون دو ديفلوبمون كلهم صاروا تحت طيف التوحد. بس اكيد الاسبرجر هو عنده ليفل عالي يعني هاي فانكشنينج بنقول له. عندهم في بعض منهم عندهم مهارات كثير قويه، عندهم مهارات بالفنون بالرياضيات بالارقام بالاشياء الرموز بالديتس عندهم اشياء قويه. هذا اكتشفنا وشخصنا وعرفنا واكدنا انه هالولد عنده توحد، شو بنعمل؟ اهم شيء التدخل المبكر يلي هو نحن عم نحكي، وهلا اهم برنامج للاوتيزم هو الاي بي اي ابلايد بيهافير اناليسيس اللي هو بيشتغل على التصرف على الاشياء السلوكيه عند الولد، وهو من 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 اهم شيء بالاي بي اي هو بنعلي السلوك الايجابي عند الولد وبنخفف السلوك السلبي. وهيدا الشيء بيصير بالرينفورسرز يعني مكافاه للولد. هلا في ناس كتير كانت الفكره القديمه عن الاي بي اي في كتير ناس ما تقبلوها، بس هلا هي اكثر وحده يمكن لانه بترجع من لاول تيوري دابرانتيساج اللي هي تيوري دو بافلوف. يمكن مزبوط وهي تيوري دو بافلوف مش كتير محبوبه انه عم تشتغل على ستيمولوس رياكسيون. صح، بس نحن هلا نحن بنشتغل حتى منبلش بريانفورسرز، بس نحن هدفنا الريانفورسرز يخف وكل شيء برومبت يخف ويعلى عنده السلوك الايجابي. وقت اللي بيعلى عنده السلوك الايجابي بصير هو مرتاح مع حاله اكثر، بصير هو يعرف شو بده، بصير يعرف شو بده، يعرف كيف يتعاطى مع المجتمع. وبتخف كل هيدي العوارض يلي كنا عم نحكي فيها عنده بالقبل، وبصير متأقلم أكثر مع المجتمع، وحتى بصير متأقلم لحتى يفوت على مدرسة. قديه بده ليوصل لهون؟ يعني نحن مش التدخل بيكون بحدود إذا بدك مرتين بالأسبوع. لا ببرا بأمريكا بحدود 40 ساعة بالجمعة ليلاقوا نتيجة بين مدرسة بين سنتين وثلاثة. مظبوط، بس 8 ساعات أي بي أي بالنهار. يعني في اولاد بينطلب لهم من الا كوركشن اون ذا سبوت، يعني على طول حدا كل نهار حده عم بيصلح له السلوك تبعه حتى كرمال يوصل لمحل معين يصير السلوك سلوك نقبله بالمجتمع وهو مرتاح مع المجتمع اكثر ومرتاح مع حاله اكثر. لوين يعني هون عم نحكي اذا بلشنا من عمر سنه او سنتين غادة؟ مزبوط. وكل ما بلشنا بعمر ابكر كل ما هي الغايه؟ كل ما بلشنا بعمر ابكر كل ما قدرت اشتغلتي على الولد اكثر، كل ما خففتي له من تصرفاته وما اعطيناه مجال يفوت ويعمل ديفلوبمون للاشياء يلي بتفوتوا بهيدا سبيكتروم. سو كل ما كان التدخل مبكر كل ما كنا وصلنا لنتيجه كثير منيحه نحن اليوم طبعا عم نحكي شويه اشياء عامه عن الموضوع، مش كثير رح نفوت بالتفاصيل، ولكن رح نجرب نفوت فيهم بعدين. ان كان تصرف العائله، الام شو فيها تعمل، الوالد، الاخوه، او المجتمع بالمدارس اللي عم ينحكى كثير عن هالموضوع حاليا غادة، يعني كيف انخراط الاولاد اللي عندهم مشاكل مع باقي التلاميذ، هل ممكن يوصل انه يفوت على مدرسه عادي؟ نحن بعد التجارب معنا اكيد، حتى يعني انا بشتغل عندي بنعمل انتجريشن للاولاد، بنبلش مثل ما قلنا بعمر صغير، وقت ما نكتشف بنبلش نشتغل معهم من عمر السنه سنه ونص. عندي اولاد بشتغل معهم سو كلهم عاملين لهم انتجريشن بقلب جاردوري، او حتى عندي اولاد رايحين على مدارس هالسنه كذا مدرسه هون بلبنان. اكيد رح يكونوا مترافقين مع شادو تيتشر، ومع البروجرام تبعنا رح يضل هو الاساس يعني بقلب هيدي المدرسه. هذا هل بالعلاج ضروري انه يكون شخص واحد عم بيعالج هالولد؟ يعني هال 40 ساعه اللي عم تنعمل بالاسبوع لازم يكون شخص واحد عم يشتغل معه، او ممكن يكون في كذا اخصائي؟ لا نحن انا شخصيا يعني كمان برا بفضلوا انه يكون في كذا اخصائي، يعني في مثل ما قلنا سبيتش، في الاو تي، في السايكوموتر، في الشادو تيتشر، كلهم هدول بيتعاونوا على 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 البروجرام. وفي كتير كمان الاهل، قديش دور الاهل مهم معنا، يكون كل شيء متطابق. يعني نحن مثل ما عم نشتغل يكون هن عم بيشتغلوا معنا.
يعني يكون ذات الميثود، لانه كل ما كانت يعني يكون هالاكيب كلها صح كامله لحتى نشتغل صح ويكون الولد. الشغل متطابق نعم. جدا، لانه لازم يكون متطابق، لانه هن نعم. كثير بحبوا الروتين وبحبوا الاشياء المتطابقه حتى نعم. نوصل لنتيجه. يعني نحن بنتمنى الشفاء لكل الناس. اللي بحب يتواصل معك طبعا بيقدر ياخذ رقمك تحت الهواء. شكرا لك معالجه النفسيه غاده سلامي، اهلا وسهلا فيك. انا رح انتقل عند تينا. بونجور. صباح الخير. شو هالفير هيدا؟ كيفك؟ لابق مع الديكور؟ طبعا. شو عنا اليوم بويلدا؟ اليوم في عنا إيكو، رح نعمل كذا شراب رمضاني على الهواء. في عنا كوكينج أكيد. وفي عنا حزورة رمضان. حزورة رمضان؟ طب قولي لي الحزورة. حزورة رمضان. كم عدد الصور اللي افتتحت بثلاث أحرف؟ باردون. كم عدد الصور؟ أي صور؟ صور القرآنية اللي افتتحت بثلاث أحرف. اوف صعب علينا. يعني فأعطينا احنا مجال، أعطينا مجال للمجاهدين يشتركوا أكيد على صفحة الفيسبوك بيج من هلا لوقت الكوكينج، وبوقت الكوكينج رح نعطي الجواب الصحيح واسم الرابح. يلا نحن ناطرينكم. أورايت.